الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأذان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب الدعاء عند النداء، يعني الدعاء بعد الأذان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء، يعني حين يسمع الأذان. وقد بينا في الحديث السابق ترديد الأذان مع المؤذن، وهنا الدعاء الذي يقوله بعد الأذان. إذا قال الإنسان بعد الأذان هذا الدعاء: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. شو يعني الدعوة التامة؟ أي دعوة المؤذن. ماذا يقول المؤذن؟ المؤذن يقول كلمات تامة. شو التمام الذي فيها؟ فيها الدعوة إلى التوحيد، وفيها الدعوة إلى تعظيم الله عز وجل، وإلى تكبير الله سبحانه وتعالى، وفيها الدعوة إلى أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وفيها الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. فهذا غاية ما يكون في التمام، يعني أن تدعو إلى توحيد الله وأن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتدعو إلى هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فهذه دعوة تكون تامة يعني كاملة. قال ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني الصلاة التي حضرت، الصلاة التي حضرت ودخل وقتها فهي تامة، قد تم دخولها حتى يصليها الإنسان. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، يعني أعطي محمدا عليه الصلاة والسلام الوسيلة. شو هي الوسيلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام فسرها في حديثه: هي أعلى درجة في الجنة، لا تكون إلا لعبد من عباد الله. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو. فهي أعلى مرتبة في الجنة اسمها الوسيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تكون له بإذن الله. فالإنسان إذا دعا بهذا الدعاء: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، الفضيلة هي عطف على الوسيلة، الوسيلة باعتبار المكان يعني أعلى مكان، والفضيلة هي اختيار المكان، يعني الفضيلة هي باعتبار الحال، حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه في أعلى منزلة من الجنة. فلذلك قال: الفضيلة والوسيلة هي نفسها، يعني واحدة معطوفة على الثاني، وإحداهما هي المكان والثاني هي حال النبي عليه الصلاة والسلام، فمكانه في أعلى مكان وحاله في أعظم حال عليه الصلاة والسلام. فيجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الكمال الذاتي وكمال المستقر عليه الصلاة والسلام. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا وعدته، فيقول هنا: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يعني الله سبحانه وتعالى وعده. وين وعد الله سبحانه وتعالى؟ في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى هنا للوجوب، يعني الله سبحانه وتعالى سيبعثك المقام المحمود. قال: المقام المحمود، ما هو المقام المحمود؟ هو الذي لا يكون لغيره، فيحمده عليه الأولون والآخرون، وهي الشفاعة العظمى. هذا المقام المحمود للرسول عليه الصلاة والسلام.
أن الشفاعة أخوان حلت، يقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. فالشفاعة يوم القيامة بتكون نوعان، نحن تكلمنا فيما سبق عن الشفاعة، ولكن هنا باختصار الشفاعة تكون نوعان، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. فشفاعة خاصة لا تكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يكون لأحد هذه الشفاعة إلا له عليه الصلاة والسلام، هذه الشفاعة الخاصة. فهي تكون في أهل الموقف أن يقضي الله سبحانه وتعالى في أهل الموقف، فهنا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل حتى يقضى بين الخلائق. وكذلك الشفاعة في أهل الجنة أن يفتح لهم، فلا يفتح باب الجنة إلا إذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام بفتحه، وإلا ما أحد يدخل الجنة قبل أن يدخلها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشفع للناس حتى يدخلوها. كذلك في شفاعته في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه من العذاب، فلا أحد يشفع لكافر أبدا إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام يشفع في عمه أن يخفف عنه، مش أن يخرج، لا، أن يخفف عنه. هذه شفاعة خاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ليش فقط في أبي طالب؟ لأنه دافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ودافع عن الدعوة، ولكنه حرم شهادة أن لا إله إلا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع له يوم القيامة في أن يكون في ضحضاح من نار. نعم، الشفاعة العامة هذه الشفاعة الخاصة كما قلنا يشفع لأهل الموقف، ويشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ويشفع لعمه أبي طالب وهو الكافر الوحيد الذي يشفع له حتى يخفف عنه من النار. فهذه الشفاعات الثلاثة لا تكون إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والشفاعة العامة هي للنبي ولغيره من الأنبياء وغيرهم، كما ورد في الحديث لكل مسلم أو لكل مؤمن شفاعة، ولكن طبعا هنا الشفاعة تكون في من استحق النار أن لا يدخلها إذا كان مسلم، ومن دخلها أن يخرج منها، هذه من الشفاعات. والشفاعة للتخفيف عن أهل النار، والشفاعة لرفع درجات أهل الجنة، وهكذا الشفاعات تكون كثيرة للأنبياء وغير الأنبياء. ولكن الشفاعة بشكل عام لها شرطان حتى تقبل الشفاعة يوم القيامة. الشرط الأول أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له. إذا ربنا سبحانه وتعالى لم يرضى عن من يشفع فلن يشفع، وعن المشفوع له كذلك فلن يشفع له. وكذلك الشرط الثاني أن يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه طبعا يعني الرسول عليه السلام قال من قال هذا الدعاء، من قال هذا الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ماذا له هذا الإنسان؟ قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. الرسول عليه السلام يشفع له يوم القيامة إن كان من أهل التوحيد ووجبت له النار، يشفع له ألا يدخل النار، أو يشفع له إن كان من أهل النار قد وجبت له النار أن يخفف عنه، أو يشفع له أن يدخل الجنة. فله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة التي تنجيه يوم القيامة بسبب أنه ذكر هذا الدعاء بعد الأذان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.